بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، مرحبا وأهلا وسهلا بكم أحبتي في الله، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أحبتي في الله، صفحات رمضانية من حياة خير البرية صلى الله عليه وسلم. بدأ شعبان وظهر حال الصادقين وبان، وافترق الناس نحوه إلى فريقين، فريق أتبع القول العمل وبرهن على صدق حبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في شعبان كاجتهاده صلى الله عليه وسلم، ولم يغفل عنه كما يغفل الناس، بل شرع في بدء الأوراد الإيمانية من صيام وقيام وتلاوة وغير ذلك، استعدادا لرمضان وتهيئة للقلب للانتفاع برمضان. وهذا يقال له كما يقول العمل الصالح لصاحبه، يقال له كما يقول العمل الصالح لصاحبه في القبر. ماذا يقول العمل الصالح عندما يأتي إلى صاحبه في صورة رجل حسن الثياب، حسن الوجه، طيب الريح؟ يقول له أيوة، يقول له إيه؟ ما أنا عارف. يقول له أنا عملك الصالح، يقول له أبشر، يقول له إيه؟ لا، جزاك الله عني خيرا، فقد عهدتك سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله. هل تود أنت أن تسمع هذه الجملة في القبر أم لا؟ سكتين، تود؟ لابد أن تترجم هذا، أن يكون حالك هكذا فعلا، ولا إنسان ما كانش حيلائي؟ ها، لكل شيء سبب، وفضل الله واسع، لكن لابد من صدق مع الله عز وجل. إذا كنت ترغب أن تسمع هذه سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فليكن هذا حالك. قد علمت في دروس سابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، وبدأ شعبان، فهل ستصوم شعبان إلا قليلا أم ستتكاسل؟ لا تقل الجو حار وهناك مشقة شديدة ونحو ذلك، فكل ذلك لا يساوي شيئا إذا ما قورنا بشدائد يوم القيامة ويوم العطش كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وصيامك هنا يورثك الري هناك. هذا هو الفريق الأول. وفريق لم يزل يراوح مكانه، يسمع ولا ينفذ، ويمني نفسه مع ذلك بإدراك رمضان والاجتهاد فيه في الطاعات وميراث الجنان ودرجات الجنان. ولا نقول له إلا ما يقوله أيضا العمل الصالح لصاحبه، العمل السيء لصاحبه في القبر. ماذا يقول له العمل السيء؟ يقول لصاحبه جزاك الله عني شرا، ها، فقد عهدتك عكسها، بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله. احذر أن يكون هذا حالك أو يكون هذا حالي، نسأل الله العفو والعافية. أحبتي في الله، بدأنا في اللقاء الماضي في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم قبل رمضان بذكر ما ورد في كتب السنة حول قدر رمضان والبشارة بقدومه وإعداد القلوب بذلك لإحسان استقباله واستغلاله.
لكني قبل أن أكمل أحببت أن أسأل هذا السؤال المهم: ما الذي يسبق العمل؟ ها كل ده؟ لا هذا مش هتكفي، أنا قلت هنسأل هيطلع واحد أو اتنين. طيب جزاكم الله خير. أي عمل قبل أن تؤديه؟ ما الشيء الذي لابد أن يوجد قبله ويسبقه؟ مع العلم أن العمل لا يمكن أبدا أن يوجد بغيره، صح؟ ثم بحسب توفره في العمل تزيد الحسنات وترتفع الدرجات، بل ويتفاوت الناس فيما بينهم في الطاعات والقربات بحسب هذا الأمر، إنه كما قلتم النية الصالحة. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ثواب العامل على عمله بحسب صلاح نيته وفسادها، ارتفاع العامل في الدرجات وزيادته في الحسنات بحسب ما يتوفر في عمله من النوايا الصالحة. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. نية المؤمن إيه؟ خير من عمله. وفي لفظ: نية المؤمن أبلغ من عمله. حديث حسن. من يفسر لنا هذا الحديث؟ أيوة كده حلو عشان تاخدوا هدايا. ها يعني إيه نية المؤمن أبلغ من عمله؟ ماشي. ها ها ممكن ينوي حاجات ما يقدرش يعملها. اتفضل. نعم. ها جزاك الله خير. طب تعال اسمع كده التفاسير دي: النية دائمة ومتصلة والأعمال منقطعة. انت الصلاة بتاخد طول اليوم ولا أوقات محددة؟ صح كده. النية دائمة ومتصلة والأعمال منقطعة. بالنية يخلد أهل التوحيد في الجنة، وبالنية أيضا يخلد أهل الكفر في النار. ليه؟ لأن المؤمن ينوي أن يديم طاعة الله وتوحيد الله عز وجل طيلة حياته، ولا هو ناوي أنه يبقى مسلم 50 سنة وبعد كده يبقى كافر؟ معايا ولا مش معايا؟ فهو ناوي إيه؟ أن يستمر على الإيمان حتى الموت، معنى كده؟ وكذلك أهل الكفر هو ناوي أنه يفضل إيه؟ كافر، والعياذ بالله تعالى. وإلا لو كان الخلود في الجنة بالأعمال كنت أنت خدت قصاد العمل بتاعك وبعد كده إيه؟ والنار نفس الكلام كما يقول العلماء. وقد يؤجر العبد على النية بمفردها، لكنه لا يجازي على عمل لم يرد به وجه الله. ممكن إنسان يأخذ ثواب على نية، صح كده؟ بس نية بس. زي إيه؟ نية الجهاد، صح كده؟ قال صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق إيه؟ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هو ده جاهد ولا ما جاهدش؟ ما جاهدش، بس إيه؟ النية الصالحة، فيأخذ ثواب الشهداء بفضل الله عز وجل. لكن عمل لم يرد به وجه الله ليس عليه ثواب بل عليه عقاب. النية سر بين العبد وربه. انت تعرف نيتي ايه ان انا ادي الدرس ده؟ انا اعرف نيتك انت جاي ليه؟ يبقى النية سر بين العبد وربه، بخلاف العمل يراه الناس وقد يشوبه ما يشوبه من المبطلات والمحبطات. النوايا مستورة خفية، والظواهر بادية مشتركة. يقول أبو طالب المكي رحمه الله: وإنما يكون للعبد من ثواب الأعمال على حسب ما يهب الله تعالى له من النيات. يعني الثواب بتاعك في العمل بحسب ما في العمل من الإيه؟ من النيات. فربما اتفق في العمل الواحد نيات كثيرة، ممكن عمل واحد وفي نيات كثير، على مقدار ما يحتمل العبد من النية وعلى مقدار علم العامل، فيكون له بكل نية حسنة. ثم يضاعف أو يضاعف هذا الإنسان، يعني كل حسنة 10 أمثالها، لأنها أعمال تجتمع في عمل. يبقى مش عمل واحد بس، ده هو ليه كذا نية في عمل واحد، يبقى كنهم عدة إيه؟ أعمال. بل إن قاصد الخير يثاب بنيته وإن لم يصب المراد. مين يقول مثال؟ ها؟
يثاب بنيته وإن لم يصب المراد. الحديث ده ماشي، إنما الدنيا لأربعة نفر، وحديث معن لك ما أخذت يا يزيد ولك ما نويت يا إيه يا معن. وناوي الخير وقاصده يثاب عليه حتى في المباحات، يعني ممكن إنسان يأكل يأخذ على الأكل حسنات. إيه رأيك في الأكل اللي بتاخد عليه حسنات؟ لو احتسب ممكن ينام ويأخذ على النوم إيه حسنات، بس مش في الدرس، صح كده؟ كما قال معاذ إني أحتسب إيه نومتي كما أحتسب قومتي، يعني يتقوى بذلك على طاعة الله عز وجل فيحتسب هذا عند الله فيأخذ أجرا. قال صلى الله عليه وسلم ليبين لنا أن العبد وإن توقف عن العمل ما بيعملش، فالنية لا تتوقف وبالتالي الأجر لا يتوقف. مين يقول حديث توقف العبد عن العمل لكن النية لم تتوقف فالأجر ما توقف؟ ها بحاجة أوضح، قال صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا مرض أو سافر، خلاص حاضر، إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هو مريض أو مسافر لكن وهو صحيح أو مقيم كان بيعمل العديد من الأعمال الصالحة، السفر شغلوا عنها والمرض منعوا منها، يتكتب له نفس الايه نفس الأجر. وقال صلى الله عليه وسلم، وده حديث بقى من انتوا عارفين، ويدلكم على كده بقى اللي عارف يقول وهياخد هدية جميلة اهي حوله. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى العبد المسلم، ايوه كده الأسئلة اللي ما تخليش حد عشان الهدايا دي حد يكمل. إذا اشتكى العبد المسلم، طب الحديث ده هدية للناس اللي حضرت أول مرة، مش تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحبه طبعا. طب اسمع الحديث ده كده، إذا اشتكى العبد المسلم عشان تطبق بدل ما يضيع العمر بدون فايدة. أعمار ناس كتير جدا ضايعة بدون فايدة لأنه ما هوش عارف عايش ليه، ولو عارف عايش ليه ما هوش عارف يعيش هو عايش ليه. ممكن يقولك أنا عايش للعبادة، هو مش عارف يعيش للعبادة إزاي. قال صلى الله عليه وسلم حتى ما تصليش عليه وهيدي لك هدية، ما ينفعش خالص. إذا اشتكى العبد المسلم، يعني اشتكى مرض، لا برد بس مش شكوى أنه يشتكي، لا، إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه أو أطلقه. إذا اشتكى العبد المسلم قيل للكاتب، يعني من القائل؟ الله سبحانه وتعالى للكاتب اللي هو الملك الذي يكتب الايه، قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا، يعني طليقا يعني ليس مريضا. والناس بتزعل من المرض، ما انت واخد نفس الأجر، ايه المشكلة؟ بالنية طبعا. قيل للكاتب الذي يكتب عمله اكتب له مثل عمله إذا كان طليقا حتى أقبضه، يعني يموت، أو أطلقه يعني يكون معافا مرة أخرى. والحديث رقم 333 في السلسلة الصحيحة. حديث بقى تاني أقوى بقى، قال صلى الله عليه وسلم إن الله يقول، واضحه، إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا، إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك، يعني مضجعه ذلك المرض ده بتاعه ده، فإنه يقوم من مضجعه ذلك من يكم، ها، كيوم ولدته أمه. شوف تعب ومرض حمد الله عز وجل، يقوم من هذا المرض كيوم ولدته أمه. يبقى الحمى كفارة للسيئات، المرض كفارة للسيئات ولكن بشرط الاحتساب عمل القلب. قام فإنه يقوم من مضجعه ذلك يوم ولدته أمه من الخطايا. ولسه ويقول الرب عز وجل للحفظة أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح. الله، يقول الرب عز وجل للحفظة أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح. الحديث في صحيح الترغيب والترهيب رقم 3423. يبقى ممكن واحد يتعب 10 سنين ولا 20 سنة وياخد فيهم أجر الإيه الإيه الصحيح المجتهد في العبادة حسب عمله. بس المشكلة بقى الخطيرة جدا في إيه؟ ها النية، بس إنه يكون قبل ما يتعب ما بيعملش حاجة.
يقول إيه؟ أجروا له فأجروا له ما كنتم تجرون له وهو صحيح. طب هو صحيح كان بيعمل إيه؟ عرفت ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك بادروا بالأعمال إيه؟ ها؟ وقال منهم إيه؟ أو مرضا إيه؟ مفسدة. إن الإنسان أنت دلوقتي معافى سليم صح ولا مش صح؟ تقدر تصلي ولا تقدرش؟ تقدر تصوم ولا لا؟ تقدر تقرأ قرآن بالساعات ولا لا؟ بعد 50 سنة مثلا، بعد 40 سنة، بعد 30 سنة بشكلك إيه؟ من دكتور لدكتور، ومن مرض لمرض، ومن علاج لعلاج، وضغط ومش ليه. طب ما انت دلوقتي سليم معافى. عشان كده اعملوا معشر الشباب فإنما العبادة في الشباب، هو الشغل. عشان كده الشباب عليه 50% من السؤال، مش كلهم ماشي، العواجيز برضو ليهم نصيب، أخذ بالك. الشباب عليه 50% من السؤال. لا انت زول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هتلاقي عن عمره وعن شبابه، مع ان الشباب جزء من الايه. شفت بقى الشباب مضيع نفسه ازاي؟ شفت الناس بعيدة، اللي بعيدة عن الدين وبعيدة عن الالتزام وبعيدة عن قال الله قال الرسول، ضيع عليهم قد ايه من عمرهم؟ والله خطورة، خطورة كبيرة جدا. ان يجي يوم القيامة يقول يا ليتني قدمت ايه، ويقول يا حسرتي على ما ايه فرطت في جنب الله. خطورة كبيرة جدا ان الشاب يبقى عايش بعيد عن ربنا، بعيد عن الدين، ما بيقرأش ما بيسمعش، فيضيع عليه الحسنات الكتيرة جدا دي. وقال صلى الله عليه وسلم برضو دي ضيعة من شباب كتير، ركز معاي، من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه. لا ركز معاي، سيبك من الباب. من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل، يعني نافلة قيام ليل، فغلبته عيناه نام حتى أصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. إيه الصعوبة في كده؟ تقرأ عن قيام الليل، تحب قيام الليل، تبدأ تداوم على قيام الليل، ليلة غابت منك ليلتين نمت مصحتش، اتكتب لك نفس الايه؟ نفس الأجر. كتير من الناس بينام ونيته ايه؟ ها؟ ما يومش الفجر، بياخد وزر حتى لو قام الفجر على النية الفاسدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع أنه لو نوى أن يقوم وغلبته عينه مع الأخذ بالأسباب ليس عليه شيء. شفت الخسارة بسبب الإيه؟ النية. فليس الشأن في من قام الليل فحسب، إنما الشأن، كلام ده مهم، إنما الشأن في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركب بعلو همته وطهارة قلبه وقوة يقينه وشدة إخلاصه. نسأل الله أن يجعلنا منه. ماذا تقولون في هذا الكلام المهم؟ وماذا في القلوب من هذا الكلام نحو رمضان؟ عشان تقول لي إيه دخل ده برمضان، أنا عايز أسألك بقى، ما هدفك من الأول؟ هتصوم رمضان السنة دي؟ إيه يعني صعب السؤال؟ صح كده؟ هتصوم ليه؟ استنى بس، فكر بس، فكر، هتصوم ليه؟ ما فريضة قلناها الدرس اللي فات، قلنا أعظم حاجة بيننا قدر رمضان والصيام فيه إنه إيه؟ ركن من أركان الصيام، فرض، ها؟ طاعة أمرنا الله عز وجل بها واجبة. أنا بقى عايز أسألك، بعد الوجوب، بعد الركنية، بعد النطاعة، أنت عايز إيه من رمضان السنة دي؟ ثواب عظيم، جزاك الله خير، أنت عايز تاخد هدية عظيمة برضه، ها؟ مغفرة الذنوب، العتق من النار. انا بس عشان بس ما تضحكوش عليا وكلكم تقولوا الحاجات، انا عايز واحد يقول لي 50 هدف هو عايزه من رمضان. ايه الصعوبه؟ ايه الصعوبه في كده؟ ما يستاهلش رمضان؟ ما يستاهلش، ما يستاهلش، كمل. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ طب ما هو مش باقي، ما هو لو يستاهل كنت ايه جهزت، صح ولا مش صح؟ انت دلوقتي مقبل على سنة دراسية أو مقبل على مرحلة فاصلة في حياتك، تقعد تفكر أخش دي ولا ما أخشش دي، وتسأل هنا وتسأل هنا وتعمل استخارة، مقبل على موضوع، مقبل على زواج، أتجوز دي ولا ما أتجوزهاش، ولا أتجوز التانية أعمل إيه، وتستشير للموضوع إيه مهم. طب رمضان عتق من النار مش مهم؟ مهم صح؟ طب أسأل، مين قرأ عن رمضان لحد دلوقت؟ يرفع إيد. كم واحد قرأ عن رمضان؟ أدي 1، 2، 3، 4، 5. طب والباقي؟ خلاص الباقي بيقولوا ان رمضان مش مهم يعني؟ ما تزعلوش مني، والله ما اقصدش، انا عايز ابين لك خطوره الموضوع. طب اللي قرأ، قرأت ايه؟ قلب جديد. ها مين تاني هنا؟ جميل. ها اسرار المحبين، مين كمان؟ ها
لا يا راجل هتضحك عليا كده ما ينفعش. طب الناس اللي قرأت ممكن نديها هدايا بعد اذنكم؟ ها ادي واحد بسم الله. مين هنا تاني؟ ادي للاخ اللي وراك ده. وانت كمان ايه قرأت؟ ايه اهلا اسمه ايه؟ اهلا وسهلا يا رمضان. حلو جميل. مين تاني؟ طب هنقول حاجة، انا عايز حضراتكم تجيبوا كتاب واحد، كتاب واحد بس، وتقروه من هنا للاسبوع الجاي. واللي هيخلصه، شايفين الكتاب الجميل ده؟ تعرف الكتاب ده عن ايه؟ مش مكتوب ورا الحمد لله. ها ده تعريف بربك، هيعرفك مين ربنا، جايب اسماء الله سبحانه وتعالى كلها وبيشرحها ببساطه جدا. الكتاب ده هديه للناس اللي هتشتري وهتقرا الاسبوع الجاي. موافقين؟ طيب بس اطلع من الدرس من هنا واشتري لي كتاب عن رمضان. زي ايه؟ في كتاب اسمه القواعد الحسان، في اسرار الطاعه والاستعداد لرمضان، ده كتاب ملوش حل، جميل جدا، بيجيب لك العبادات عباده عباده ويقول لك ازاي تتذوق طعم الايمان منها. في كتاب اسمه اسرار المحبين فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب، جايب برضو العبادات عباده عباده ويقول لك ازاي تنتفع بشهر رمضان. في كتاب اسمه ري الظمآن في فضل الصوم وشهر رمضان، ده بقى لازم كلكم تجيبوه. ري الظمآن، ري الظمآن في فضل الصوم وشهر رمضان، دكتور سيد حسين العفاني حفظه الله. طبعا المفروض بتكتب، ما انت هتجيب ازاي؟ ولا انت مش تبع الناس اللي تبع الناس بيقول مش مهم؟ طب اكتب، ما تجيش الدرس بعد كده من غير ورقه وقلم او نوته حتى، او انا ادي لك ورقه مش مشكله. في كتاب اسمه كيف تزكي نفسك في رمضان، كيف تزكي نفسك في رمضان، مهم جدا، المؤلف اسمه حاتم حسن الديب. هتقول لي انا قريت، اقرا تاني وتالت وعاشر. الواحد الشاب لما بيجي يتجوز بيدفع كام على العفش؟ كام يعني؟ 10,000 دلوقتي يجي يتجوزه؟ تعيش في الله. طب بيدفع كام على الحلل؟ على العروسة. طب ماشي، بس بتملي لك البيت حلل. انا عايز اسال سؤال، صح مش قلنا الكلام ده امبارح؟ الناس بتعمل ايه بالحلل الكتيره دي؟ بيعملوا بيها ايه؟ ها يعني بيطبخوا في يوم كده في كل الحلل دي من رقم كام لرقم كام؟ ها وطقم حلل وطقم تيفال وطقم مش عارف بايركس الله الله الله. طب خلينا في المقابل، ماشي خليهم ناس مهتمين بالاكل شويه. طب فين مقابل الاكل اهتمام بالقلب؟ جابوا كام كتاب مقابل الحلل؟ قصاد كل حلة كتاب حتى يعني كده بالارقام صغير وكبير كام؟ عرفتوا ان الامه بعدت قد ايه؟ كل اهتمام الناس ان تيجي تتجوز يبقى منصب على البطن والفرج، صح ولا غلط؟ محدش فكر ان هيصب حاجه على عقله وقلبه، متغيبين دول يعني. النص اللي فوق ده ايه؟ متشال خالص. الناس ماشيه بايه؟ ما تستغربش، والله غالب الناس ماشيين بالنص اللي تحت ده، من اول هنا كده ونازل ماشيين كده في الشوارع بيتحركوا بدول. وبص على الجرايد، بص على الاعلانات، كلها بتخاطب ايه؟ شهوات، بطون وفروق، ومش عارف ايه، خط تليفون ايه، وخط مش عارف ايه، وبقى الناس مش راضيه تروح تشتري، بعت لهم عربيات في الشوارع، لكن بعد كده هيبعت لهم تليفونات على البيوت، ما تعرفش ايه الموضوع. اخي ده انصباب هموم الناس في الزمن اللي احنا فيه وللاسف على الشهوات، ولا حول ولا قوه الا بالله، وده سبب هلاك الناس. اكثر ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم على الامه من الهوى المطاع والشح، الهوى المتبع والهوى الايه؟ الشح المطاع والهوى المتبع، والعياذ بالله تعالى. يخشى ذلك علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا مش عايزين نبقى كده، احنا ما اتخلقناش عشان ناكل وننام، انت اتخلقت عشان تجاور الملك جل جلاله في الجنه وتنظر الى وجهه، فكيف تعرض عن هذا؟ ازاي يبقى معدل القراءه بتاعتك صفر؟ ازاي وصلت لكده؟ وازاي ترضى ان واحد يقول لك ازيك يا جاهل؟ تقول له ايه؟ ترضاها؟ يكفي العلم شرفا ان يدعيه من ليس اهله، ويكفي الجهل ذما ان يتبرأ منه من هو اهله. لو واحد قلت له ازيك يا جاهل تلاقي مناخيره احمرت واتنفخ وبتاع مع انه جاهل، واخد بالك؟ لكن تقول له ازيك يا فضيله الشيخ، هو مش حاجه، فيش تحت الجبهه فيش شيخ ولا حاجه، لكن هو يفرح لما تقول له يا شيخ او تقول له يا عالم، تقول له يا جاهل وهو جاهل وايه؟ يغضب.
ازاي انت رضيت لنفسك كده يا جماعة؟ لازم نقف مع نفسنا وقفة ونراجع نفسنا اين نحن من الله ومن طريق الله سبحانه وتعالى. لا يدلك ابدا على طريق الله الا العلم، الا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجرب معايا السنة دي اللي انت تقرأ عن رمضان وتقرأ عن الصيام، وشوف هتصوم السنة دي رمضان ازاي، وشوف هيفرق رمضان ده عن الرمضانات اللي فاتت ولا لا. طلع من وقتك ساعة بس، كتير على رمضان ساعة، ساعة كل يوم تقرأ فيها عن رمضان، من وقتك الشريف ساعة، وتعالى احضر معنا درس الجمعة بنتكلم فيه عن فقه الصيام، وهتاخد ملزمة مجانا فيها كل أحكام رمضان بإذن الله تعالى. الجمعة بعد صلاة المغرب هنشرح فيها بإذن الله تعالى أحكام الصيام وأحكام رمضان كلها بإذن الله تعالى. لذلك أنا أحببت أن أركز هذه الليلة على موضوع النية، موضوع النية، وماذا تريد من رمضان، ما أهدافك من رمضان، ماذا تريد من الصيام هذا العام. وأسألك فأقول أن تسرد علي ما في قلبك الآن لنصارح أنفسنا ويكون الباطن ظاهرا. أخذ بالك، ممكن واحد فعلا يعدد أهداف رمضان 50 هدف، آه ممكن. تعرف إزاي؟ ارجع لكتاب ريه الضمان اللي قلت لك عليه، هتلاقيه جايب لك ليه حنصوم 1، 2، 3، 4، 5 لحد ما يوصلك 50 أو أكثر. لماذا لا نجتهد في رمضان هذا العام لنحول المباحات فيه إلى طاعات، بدل أن أصبحت الطاعات إيه؟ عادات. بيصوم لي زي الناس، بتصلي لي الناس كلها بتصلي، بقت العبادة نفسها بقت عادة. لا، إحنا عايزين نعكس بقى، عايزين العادة نحولها لعبادة بالنية الصالحة. أصبح كثير من الناس يصلي بلا قلب. وأسأل أنا، ممكن دلوقتي أسأل أقول إحنا صلينا صلاة المغرب قرأنا فيها إيه؟ الركعة الأولى مثلا قرأنا فيها إيه؟ اسكت بس، ما أنا بقول لك هسأل بقى، هتلاقي ناس والله، وده مش قطح فيكم والله ولا استهزاء، لا ده واقع، لأن محتاج معالجة فعلا. ونفس الشخص قارن حاله لما يقعد قدام ماتش نهائي في كاس عالم أو كاس أمم، ممكن رجل اللاعب عينه تغفل عنها؟ لو طفل قاعد عمل أي حركة يعملوا فيه إيه؟ يا خبر، وهدوء وسكون وسكينة وخشوع وتركيز ما بيحصلش في الصلاة. عرفت بقى اللي احنا لبسنا العمة؟ ضحك علينا الكفرة من اليهود وغيرهم والمنافقين، وشغلونا عن ديننا بما نلاحظ ونشاهد على هذه الفضائيات. يصلي بلا قلب، يقرأ القرآن بلا تدبر، يصوم بلا روح، يذكر الله عز وجل بلا حضور، وإلى الله المشتكى. ولذلك وبفضل الله وحده كان هذا الدرس من صفحات رمضانية من حياة خير البلية، وهو الجزء الثاني للدرس الماضي الذي جعلنا عنوانه يا بشرى هذا رمضان. وقد شرعنا فيما سبق في بيان بشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بقدوم رمضان، وذكرنا أن الظن بأحاديث الفضائل التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها الغالب أنها تكون قد قيلت قبل إيه؟ قد قيل قبل رمضان، ولذا لا بد من تدارسها قبل رمضان. وأنا أعني الكلمة، لا بقى أعني الكلمة مبنى ومعنى، لا بد من تدارس أحاديث الفضائل قبل رمضان، لازم. وأنت كده كده طالما حضرت الليلاد إن شاء الله لازم تدرس معايا أحاديث الفضائل، تقرأ في البيت وتسمع هنا، ونتعاون مع بعض إن إحنا فعلا نحضر نوايا صالحة نستفيد بها من هذا الشهر. لابد من تقليب هذه الأحاديث مرة بعد مرة، والنظر في الشروح التي جعلها عليها العلماء استعدادا بذلك لرمضان، وإعدادا للنوايا الصالحة التي نريدها من رمضان هذا العام. لن تصل إلى ما ذكرته لك آنفا من إصلاح النية وأثر النية الصالحة في رفع الدرجات إلا بذلك. لن تصل أيضا بتدوين هذه النوايا. ممكن يقول لك أنا ناوي في رمضان ده أعمل 1، 2، 3، أبدا. النية الصالحة لا تكون كذلك أبدا، ليس تدوينا فحسب، بل لابد من أن ينطق القلب بذلك. كما يقول العلماء النية هي انبعاث القلب نحو المطلوب. شوف كلمة انبعاث، إن القلب من جواك تبقى عايز الحاجة دي مش بلسانك. خد بالك، لابد من هذه الشحنة كي يستيقظ القلب من الغفلة، كي ينشط القلب، كي ينبعث القلب لإرادة هذه الأهداف وتلك النوايا، وذلك من خلال سرد الفضائل عليه وتدارس هذه الفضائل والفقهيات حتى نصل إلى الدرجة المطلوب. ولا يكفي قطعا درسا تحضره، بل لابد من القراءة، والقراءة الموسعة حول رمضان بإذن الله تعالى. وبإذن الله تعالى الدرس اللي جاي هنجيب كتب عن رمضان وهتتوزع هدايا وحاجات كبيرة بإذن الله تعالى، بس بشروط نقولها ولا نخليها الدرس الجاي؟ ها، اللي ياخد كتاب يقراه. اقول احبتي في الله، لا شيء انفع للقلب واعون له على الصلاح واستحضار
عشرات النوايا الصالحة لهذا الشهر المبارك، لا شيء ينفع له في ذلك من تدارس ما ورد في فضل رمضان وقدر رمضان. وهذا ما ذكرته لكم من قبل بعنوان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، فذكرنا الاهتمام بشعبان ثم البشارة برمضان. حد فاكر أول حديث قلناه؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرادة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. صحيح الجامع رقم 55. أول فائدة قلناها في الحديث ده حول قول النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أتاكم رمضان. ركز بقى معايا، دي ناس داخلة بتبصوا على إيه؟ عمركم شفتوا بشر؟ ركزوا هنا بتبصوا على إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتاكم رمضان، يعني أنت لو عشت لحد ما تدرك رمضان وصمت رمضان يا بشراك، صح ولا لا؟ ليه؟ فضل كبير جدا. اسمع حديث عمرك ما سمعته في حياتك، أول مرة تسمعه. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلان من بلي، اسم قبيلة، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عارف بعض الإخوة سمعوا ماشي، وكان إسلامهما جميعا، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر. كان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، يعني إيه القصة؟ اتنين جم إيه؟ أسلموا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم كان إيه؟ قول معاي، أشد اجتهادا في العبادة من مين؟ من الآخر. فغزى المجتهد منهما، يعني غزى الجهاد في سبيل الله، فاستشهد، طلع للجهاد، مات في سبيل الله، وهو قبل ما يجاهد كان إيه؟ أشد اجتهادا من صاحبه. يبقى أنت لما تشوف بقى، ركز معايا في الصفات دي عشان هسألك. ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي، اللي هي الموتة العادية بتاعتنا دي على الإيه يعني؟ على فراشه. يبقى واحد مجتهد وخرج للجهاد وقتل شهيد، والتاني إيه؟ مات على الفراش. مين يدخل الجنة الأول؟ الأول ولا التاني؟ أنت في الواقع بتاعنا نقول إيه؟ الأولاني، صح كده؟ قال: مكث الآخر بعده سنة ثم توفي معايا. قال طلحة، مين طلحة بقى؟ راوي الحديث. قال طلحة: فرأيت في المنام بينما أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، سيدنا طلحة واقف عند باب الجنة، لقى الاثنين دول واقفين عند باب الجنة، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما. طلع واحد من الجنة، دخل مين الأول؟ معانا عم الحاج، دخل مين؟ اللي مات على الفراش. ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد. ده مين؟ طلحة اللي هو راوي الحديث. يبقى دخل مين الأول الجنة يا أستاذ اللي سرحان أنت؟ ها؟ سرحت أهو، اللي مات على الفراش. وبعد كده دخل مين؟ اللي قتل شهيد. وسيدنا طلحة قال له: ارجع، أنت لسه ما جاش دورك، لم يأني لك بعد. فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك، فبلغ رسول الله، بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ تعجبوا من إيه؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حط إيدك بقى على السبب، ليه ده اترفع؟ ليه ده دخل الجنة قبليه؟ عشان في بعض الناس أماني فارغة ولا حول ولا قوة إلا بالله، نفسي أموت شهيد، نفسي مش عارف إيه، نفسي يسفك دمي في سبيل الله، نفسي بالك، وبيصليش الفجر. طب ما تقوم يا أخويا، صح النوم وقوم صلي الفجر عشان تبقى صادق في اللي أنت بتقوله. إزاي يعني؟ أنا مؤدب وأنا مهذب وأنا مش عارف إيه وكل حاجة فيها حلوة، بس ما بصليش. إزاي؟ كلا أونطة، ده بتضحك على مين؟ بتضحك على ربنا؟ يبقى في عايز جهاد في سبيل الله، أقول لك أعمالها هي تعدل الجهاد وربما تفوق. قال: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان. وضحت؟ عمل إيه رمضان؟ وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. شوف الصيام والصلاة عملوا إيه؟
شوف العبادات عملت ايه في الراجل اللي ما ماتش شهيد، فما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. دي اعظم الهدايا التي احببت ان اهديها اليكم احبتي هذه الليله تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم اتاكم رمضان. شهر مبارك تكلمنا عنها في الدرس اللي فات، فرض الله عز وجل عليكم صيامه، عرفنا ان دي اخطر واعظم ميزات شهر ايه رمضان، انه ركن وان اسلامك لا يكمل الا بايه بالصيام. تفتح فيه ابواب السماء، وقلنا دي اشاره لاستجابه الايه الدعاء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وعندها توقفنا. تغلق فيه أبواب الجحيم يعني إيه؟ صعبة صح؟ ها؟ يعني أبواب النار مفتوحة دلوقت، مفتوحة صح؟ تيجي في رمضان إيه؟ تغلق. ده النبي اللي قال كده تغلق فيه، يبقى في غيره تبقى إيه؟ مفتوحة. تغلق فيه أبواب الجحيم، طب معناها ايه لما تبقى ابواب النار مقفوله؟ انت كده تفهم من كده ايه يا عبد الرحمن؟ تفهم ايه منها؟ ها، ما انا عارف ان ابواب الجنه مفتوحه ما هي جايه، بس انت تفهم ايه؟ تمام، بس في حاجه تانية. الله، يا خبر ابيض، فرصه لعمل الخير، محتاجه دليل. ها، مفيش داعي للمعصيه، جميلة دي حطها على جنب يعني، ماشي. ها، يا مشكلة صح يا أخي، يقول لك النار مقفولة هو برضو عايز يخشها. مش في كده؟ في في ناس كده. النبي قالهم صلى الله عليه وسلم إني آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تغلبوني وتقتحمون فيها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيمثل أنه مسكنا من هنا كده من الحجوزات، المسكة دي بتاعت المخبرين دي، أخذ بالك ما يعرفش يفلت منه. هو النبي صلى الله عليه وسلم مسك من هنا كده والنار قدامنا، وإحنا عمالين عايزين نرمي نفسنا وهو عمال يشدنا، وفي ناس بتغلب النبي وتروح وقع في النار برضه. تعرف مين دول؟ يقول له قال رسول الله، قال الله عز وجل، اركن، أخذ بالك، شهوات يجري والعياذ بالله، لكنه بيرمي نفسه في النار. النبي يقول له تعالى، عمال يشد فيه هو مش راضي، نفسه يا اخي ده ايه عاشق، ده عايز ايه والعياذ بالله تعالى. اهو شوف بقى اعظم زمان واشرف زمان في طيل على طيله العام شهر رمضان، الابواب نفسها، ابواب النار نفسها ايه مغلقه، ورغم ذلك هو مصر على ان يدخل النار والعياذ بالله تعالى. وهل يامل الانسان اكثر من ان ينجو من النار ويدخل الجنه ويرى وجه الله عز وجل؟ فرصتك في رمضان للنجاه من النيران، ابواب النار مغلقه، وبالتالي فالأبواب التي توصل إلى النيران كذلك موصدة، لأن النفوس في هذا الشهر والثابة إلى الطاعات بعيدة عن المنكرات إلا من أبغض الله، نسأل الله العفو والعافية. في ناس كده تلاقيه في رمضان زي ما هو في غير رمضان، معاصي وفجور وفسق وترك للصيام وترك للصلاة، زي بالضبط كده النبات أو الزرع أو الورد لما يجي في الربيع وما إيه ما يزهرش. طب حيزهر إمتى؟ إذا الروض أمسى مجدبا في ربيعه. ففي أي وقت، حد يكمل البيت؟ مش فاكر بقية البيت. يعني إذا كان هو في الربيع وكان مجدب، ما حيزهر إمتى؟ الأمر محتاج وقفة فعلا. أنت ما أصلحتش نفسك في رمضان، هتصلح نفسك إمتى؟ فهل انتويت هذا العام أن تعتق رقبتك من النار؟ هل ده بقى يبقى هدفك كده السنة دي ان انت تحصل عتق من النار في هذا العام؟ هل هذا هدف من ضمن اهدافك في شهر رمضان؟ هل فكرت فيه اصلا؟ ده اللي خلاني ابدا الدرس كده. انت بتقول لي نفسي اعتق من النار، نفسي، ما في اماني، ما انا عارف في احلام، لكن في واحد مركز في اهدافه وحاططها قدام عينه، السنة دي انا ناوي ان شاء الله ربنا يعتقني من النار. طب ازاي؟ ايه الاعمال اللي توصل الانسان للنجاه من النار والعتق من النار؟ واحد اثنين ثلاثة، هو ده الناس الشغال، هو ده الشغل، هو ده اللي عايز يعتق من النار. طب ايه الاعمال اللي توقعني في جهنم؟ كذا وكذا وكذا، كله يتقفل. مش الناس في الدنيا لما تيجي الامتحانات كانوا زمان معودنا ما يجي الامتحانات يعملوا ايه في البيت؟ شوف كلكم حافظين، يشيلوا التلفزيون، ده زمان، مش عارف دلوقتي بيحصل ايه، واخد بالك؟ ايديهم فيها تلفزيونات دلوقتي، خدت بالك؟ يشيلوا التلفزيون عشان فضي نفسه عشان الامتحانات. طب رمضان مش محتاج مننا ان احنا نشيل التلفزيون؟ ده اعداء الاسلام واعداء الله لما عرفوا ان رمضان مهم في تغيير الامه عملوا حاجات مخصوصه لرمضان في التلفزيون، صح ولا مش صح؟ ليه؟ عشان يضيع عليك رمضان. طب انت مش تنتبه؟ بالله عليك، الشيطان يقودك حتى في رمضان، يخليك تضيع صيامك وعملك الصالح والحسنات حتى في رمضان؟ الامر محتاج وقفه يا جماعه.
هل من فرصة أعظم من 30 يوما أبواب النار مغلقة فيها حتى تعتق نفسك من النار ويعتقك الله عز وجل من النار وتسعى في فكاك رقبتك من النار؟ أخي، إن السبب الذي يجعلك تتباطأ في ذلك هو أكمل. لا 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 لا. طب اللي يقولها ياخد هدية. إن أنت ما شفتش جهنم. إيه صعب الاسم لما أقول لك شفتش جهنم بتخاف؟ بتخاف من الاسم؟ هو إحنا ممكن نشوف جهنم؟ طب إزاي؟ أما الآيات القرآن اللي فيها النار دي إيه؟ آيات القرآن اللي فيها وصف النار إيه؟ والنبي قالها من أحب أن يرى الإيه؟ القيامة رأي عين فليقرأ إيه؟ إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت. من أحب أن يرى القيامة رأي عين، ها رأي عين يعني كأنها إيه؟ شايفها بعينك، اقرأ الصور دي واقرأ تفسيرها. طب ما هو نفس المعنى، عايزين يا جماعة إطلالة كده سريعة على النار. ليه؟ إيه فايدتها؟ عشان تهرب منها. ما هو واحد مش عارف إن ديت مضرة، هيعمل إيه؟ هيلعب بيها. الطفل لما يلاقي كرة حمراء كده جميلة بيعمل إيه؟ عايز يلعب بيها. طب لو كانت الكرة دي حديد محمي على النار، واخدين بالكو؟ والطفل نفسه فيها وابوه يقول له يا ابني هتتحرق، يا ابني هتعمل ايه ده كده، انا عايزها. يبقى الاب من مصلحه الولد انه يضربه ولا ما يضربوش؟ ولا يبقى حنين عليه ويسيبه ياخد الكره النار دي؟ ها يعني في ناس كتير عايزه تتضرب. او والله زي بقول لك كده، لان النار قدامه هو بينط فيها. النار قدامه مش عايز يخوف نفسه منها عشان يبتعد عنها. بالله يا اخي واصدقني، الله يراك ويرى قلبك وما فيه. هل قرات في حياتك كتابا عن وصف النار؟ والله كتير من الاخوه وكتير من الناس ما خطر في باله اصلا الموضوع ده. يقول لك يا اخي نعوذ بالله من النار. ايه الله، مش دي في القران وفي السنه، وركن من اركان الايمان تؤمن بالله وملائكته وايه واليوم الاخر، والنار مش هي مما اعد الله عز وجل للعصاة؟ طب الانسان اصلا هيهرب من حاجه ما هوش عارفها ازاي؟ انت محتاج تقف مع نفسك وقفه فعلا وتقول انا لازم اقرا عن النار. ليه؟ القراءه عن النار هتورثك ايه؟ الهرب منها. إما تعرف أن كل ليلة من ليالي رمضان ولله عتقاء من النار، وذلك كل إيه؟ كل ليلة. يبقى هتفهم إزاي أحصل العتق من النار لما تعرف قدر النار. هل النبي رأى النار؟ صلى الله عليه وسلم الأول رآها. قال لما رأى النار في رحلة المعراج، قال لم أرى منظرا كاليوم قط. يعني واحد معدي من المزلقان شاف واحد القطر ضربه وقطعه راسه في سيدي بشر وايده مش عارف في المنظره ورجله مش عارف، يقول لك انا ما شفتش في حياتي ايه منظر زي ده. ده النبي بيقول لك لم ارى منظرا كاليوم قط، والعياذ بالله تعالى. ما احنا مش متخيلين يعني ايه نار. عشان كده لازم تسمعوا الدرس اللي عملناه القديم، فاكرينه؟ بين نار الدنيا ونار الاخره، نحن جعلناها ايه تذكره، وجبنا صور موجوده في الدرس ومتسجل عشان تعمل ايقاظ وانتعاش للقلب كده. وقال ايضا لو رايتم ما رايت لضحكتم قليلا وبكيتم كثير. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده. حال الناس بقى انها عايشه في الايه؟ في الغفله، ولا حول ولا قوه الا بالله. وهل احد منا في مأمن من السقوط في النار؟ ما تضمنهاش دي. كيف وحالي وحالك؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. عندنا من التهاون ما عندنا. وكيف وقد اكد لنا القران اننا سنرد النار؟ قال ايه؟ وان منكم الا واردها. يعني واردها الورود على الراجح من عند أهل التفسير المرور على النار والمرور على الصراط. يعني انت متاكد ان انت هتمر على الصراط، صح؟ صح ولا شاكك؟ صح. طب متاكد ان انت هتنجو؟ طب مش دي تخوف؟ يعني انت لما تخش في طريق مهلكه، طريق مخوف، متاكد انت لازم كده كده تخش، بس شاكك يا ترى هتوصل للاخر ولا لا؟ ده يدفعك لايه؟ اللي تتاخد بأسباب النجاة. أنت من الورود على يقين ومن النجاة في شك، فاستشعر في قلبك هول ذلك المورد. تخيل كده الأمم كده جمعت، الناس جمعوا كده وقفوا قدام الصراط وقيل لهم جوزوا. يعني جوزوا عدي. تخيل كده أنا وإنت واقفين وحتمد رجلك تحط رجلك على الصراط،
ها ركز معايا كده، مد رجلك كده وحط رجلك كده على الصراط وتحس بالحدة بتاعته، ها أحد من السيف وأدق من الشوك، رفيع جدا، تحته نار جهنم، عليه خطاطيف وكلاليق تخطف الناس بأعمالهم، يعني الخمرة في الدنيا خطفته، يوم يطلع له كاللوب يخطفه والعياذ بالله تعالى إن لم يغفر الله عز وجل له. وهكذا سيرك على الصراط المستقيم هو سيرك على الصراط بتاع الآخرة، خدت بالك؟ شوف بقى كده لما يمد رجله حس بالحده، وقدامه يلاقي نار ويلاقي ناس وقعت، واللي بيصرخ واللي متعلق في الصراط برجله واللي متعلق بيده اهوال، وعليه شوك وحسك وخطاطيف وكلاليب وظلام شديد جدا. يبقى الهول ده لو اصلا ما فيش خوف وما فيش هول ما تعرفش يمشي على البتاع الرفيع ده، ما بالك مع الهول والخوف والظلام وحمل الاوزار على الظهر كيف سيمر الانسان؟ دي محتاجه وقفه. عشان كده بقول لك لازم تقرا عن النار، تقرا عن الصراط، استشعر في قلبك هول ذلك المورد فعساك تستعد للنجاه. تامل في حال الخلائق وقد قاسوا من دواهي القيامه ما قاسوا، فبينما هم في كربها واهوالها وقوفا ينتظرون حقيقه انبائها وتشفيع شفعائها، اذ احاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب واطلت عليهم نار ذات لهب وسمعوا لها زفيرا وجرجرة. قال الله عز وجل إذا رأتهم من مكان بعيد النار، إذا رأتهم من مكان بعيد النار بتشوف، نار بتشوف، نار بتتغيظ، نار متضايقة يعني من الناس دي والعياذ بالله الكفار. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، كما في بعض روايات الأحاديث تشهق إليه النار كما تشهق البغلة إلى الشعير، الاكل لما الحمار يشوف الايه الاكل يقعد ينهى كده، النار عايزه تاكله والعياذ بالله تعالى. من يحتمل؟ اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا، شفت كادوا تميزوا من الغيظ، هتتقطع من شده الغيظ. شفت مخلوق زي ده؟ النار انت تولعها في الدنيا كده بتتغاظ، النار الاخره يا جماعه هول واي هول. فبينما هم يعني سمعوا لها زفيرا وجرجرة يفصح عن شدة الغيظ والغضب، فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأمم على الركب. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترى كل أمة إيه جاثية. شوف الواحد من الخوف يقع على رجليه، يقع يبقى قاعد على ركابه، يبقى الخوف قد إيه والعياذ بالله تعالى. حتى أشفق البراء اللي هو الإنسان الإيه البريء من سوء المنقلب، وخرج المنادي من الزبانية يقول، خلي بالك الناس واقفة، ها أين فلان ابن فلان، وفلان ابن فلان ده محمد علي محمود مش عارف إيه، أي اسم في زيه إيه ملايين، بس هو عرف إنه عرف إنه هو وقع في قلبه، إنه هو قلبه وقع في رجليه لما سمع اسمه والعياذ بالله تعالى. أين فلان ابن فلان المسوف نفسه في الدنيا بطول الأمل، لسه بدري وانت لسه شباب ويعمل تمتع ويعيش حياتك، ها يسوف ويضيع الطاعات والعبادات، فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد وينكسونه في قعر الجحيم ويقولون له ذق إنك أنت العزيز الكريم. أهل النار وما أدراك ما أهل النار، أسكنوا دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك. يعني واحد ماشي في طريق ظلمة ومش عارف هيطلع له تعبان، يطلع له أسد، واحد يضربه بسيف، واحد يضربه بالنار، أهي جهنم كده والعياذ بالله تعالى، مش عارف المهالك اللي فيها إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه. يخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير، طعام أهلها الزقوم، لو قطرت منه قطرة في دار الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف من يأكله؟ شرابهم فيها الحميم ومستقرهم الجحيم، الزبانية تقمعهم والهاوية تجمعهم، أمانيهم فيها الهلاك. واحد أغلى أمنياته أنه يموت، يبقى العذاب قد إيه اللي هو عايشه. أمانيهم فيها الهلاك ولكن ما لهم منها فكاك، قد شدت أقدامهم إلى النواصي، رجله مربوطة عند رأسه عند الناصية، واسودت وجوههم من ظلمة المعاصي، ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد ناضجت منا الجلود. شفت واحد يفضل يتحرق لحد ما جلده يتحرق كله والنار توصل كده للحم والقلب والعصب والعياذ بالله، وبعد كده يتجدد تاني الجلد ويتحرق تاني والعياذ بالله.
يا مالك أخرجنا منها فإنا لنعود. فتقول الزبانية هل هيهات هيهات، لا خروج لكم من دار الهواء. ماذا أذكر لكم عن النار؟ دعاؤهم فيها الويل والثبور، مقامع الحديد تهشم بها جباههم، ويتفجر الصديد من أفواههم، وتنقطع من العطش أكبادهم، وتسيل على الخدود أحداقهم، لهيب النار سار في بواطن أعضائهم، وحيات الهاوية وعقاربها تأخذ بأشفارهم. وقد ذكر في بعض الأحاديث أن الحية أو العقرب في جهنم مثل البعير، مثل الدابة. شوف العقرب قد ايه بيلسع الانسان يموته، ما تبقى العقربه في جهنم قد الجمل والعياذ بالله تعالى. ويسري سمها في اللذيذ 40 سنه. من يحتمل عياذا بالله ان نكون من قوم لباسهم نار، ومهادهم نار، سرابيلهم القطران، ومساكنهم من نار، في شر دار واسوأ عذاب، اكلا اكلا وحطما حطما، قد اكلوا من النار ومشوا على النار وعاشوا في النار. هل تخيلت إنسانا يعيش في النار؟ لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون. فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم من شدة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، لهم مقامع للتعذيب موصدة، وكل كسر لديهم غير منجبر. سوداء مظلمة، شعثاء موحشة، دهماء محرقة، لواحة البشر. يا ويلهم، تحرق النيران أعظم النيران أعظمهم، فالموت شهوتهم من شدة الضجر. ضجوا وصاحوا زمانا ليس ينفعهم، دعاء داع ولا تسليم مصطبر. اصبروا أو لا تصبروا، وكل يوم لهم في طول مدتهم نوع شديد من التعذيب والسعر. يا صبيح الوجه، شوف الكريمات وشوف الشوف وشوف والزينة وشوف، وهو نفس الشخص ما فكرش يقرأ القرآن، ما فكرش يشتري كتاب يقرأ فيه عن الإسلام، ما فكرش. يا صبيح الوجه، كم من وجه صبيح ولسان فصيح، غدا بين أطباق النيران يصيح. وسيق المجرمون وهم عراة إلى ذات السلاسل والنكال، فنادوا ويلنا ويلا طويلا، وعجوا في سلاسلها الطوال، فليسوا ميتين فيستريحوا، وكلهم بحر النار صالي. أخي، قد جربت جلدك في الشوكة تدميه، شوكة بس تجيب دم، في العثرة تؤذيه لما يعتر في حاجة، في ضربة الشمس تؤثر فيه، إنك تؤثر الظل على الشمس، ثم لا تؤثر الجنة على النار. تؤثر الظل على الشمس، تقف الظل، ثم لا تؤثر الجنة على النار. كم قرأت عن النار وكم قرأت عن الجنة؟ يا من يؤذيه حر الهجير ويأخذ بأنفاسه، أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع كده الحديث ذا، لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون، مسجد واسع واخد كام؟ 100,000 أو أزيد، وفيهم رجل من أهل النار لأحرقهم بنفسه. تخيل، وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصاب نفسه لاحترق المسجد بمن فيه. حديث صحيح. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم، ضرس الكافر أو ناب الكافر مثل أحد، مثل جبل أحد، وغلظ جلده مسيرة 3، تخنق الجلد بتاعه مسيرة 3 أيام. وقال ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وعرض جلده 70 ذراعا. من يحتمل؟ يا حسن المطعم والمشرب، تذكر قول الله عز وجل، هذا فليذوقه حميم وغساق. إن كنت حقا وفعلا تخشى النار، فلابد من برهنة ودليل على ذلك. أمامك فرصة في رمضان لتعتق من النار، 30 يوم، 30 ليلة فيها عتق من النار، فماذا ستفعل؟ أول هذه الخطوات كما ذكرت لكم أن تقرأ عن النار، اشتري كتاب عن الجنة والنار، وصف الجنة والنار. إيه الصعوبة في كده؟ أي كتاب صغير، تذكرة الأبرار بالجنة والنار، أي كتاب صغير تفهم منه كيف هي النار، حتى يولد هذا عندك دافعا لتهرب من النار. يقول صلى الله عليه وسلم، تغلق فيه أبواب الجحيم. الفضيلة التي بعد ذلك، تغل فيه وتغل فيه مرادة الشياطين. يعني إيه بقى؟ صح، خلي بالكم اللي احنا قلنا دي بس دي لفتة صغيرة،
أو كل لفحة من لفحات جهنم، نسأل الله العفو والعافية. إحنا محتاجين نوسع الموضوع أكتر من كده بما لا يوصلك إلى اليأس، يعني ما بقاش كل القراءة بتاعتك عن النار فتيأس من رحمة الله، لا، وازن بين الجنة وبين الإيه؟ وبين النار. تغل فيه مرادات الشياطين، يعني تغل تسلسل، الغل اللي هو الإيه؟ القيد، ماشي كده؟ تغل فيه مرادة، مرادة يعني إيه؟ ها؟ الأقوياء، العتاولة، ها؟ تغل فيه مرادات الشياطين. هسألك سؤال كده غريب، أنت فرحان؟ تقول لي فرحان ليه؟ شيطانك هيتغل، شيطانك هيتربط، دي تفرح ولا تفرحش؟ ها، تغل فيه مرادات الشياطين. يا فرحة العابدين ويا سعادة المجتهدين ويا نشوة الذاكرين بشهر صفدت فيه الشياطين، ذاك العدو المبين الذي يلازمك ليل نهار لإغوائك لتكون معه من أهل النار، ها هو بعد أيام يسلسل يصفد. وعدوك الآخر اللي هو مين؟ ها، إيه العدو الثاني؟ نفسك الأمارة بالسوء، مالها؟ ها، تنكسر بالصيام وتضعف من شدة، من الشدة التي عليها. ليه؟ لأن النفس الأغذية بتاعتها إيه؟ الشهوات، صح كده؟ الشهوات، البطون والفروج. طب انت منعتها من اهم غذاء ليها، بقى حالها ايه؟ انت عارف الحيوان، الحيوان في السيرك، عارفين الحيوان في السيرك بيروضوه ازاي؟ ها، يجوعوه، واخد بالك؟ دي من الطرق، يجوعوه كذا مره او كذا يوم، يوم اللي هم يقولوه ايه، ينفذوا، عشان في الاخر هيوعدوه بايه؟ بحته لحمه، صح كده؟ طب احنا ما نفهمش المعنى ده من رمضان، ان احنا بنتجوع في رمضان عشان نتروض، عشان نروض نفسنا ليه تترك الحرام؟ وانت مش هتاخد حته لحمه، انت تاخد جنه. ينفع يبقى انسان يعدي علينا رمضان كده ما بيفهمش ولا حول ولا قوه؟ يبقى الحيوان افهم منه، الحيوان فهم وعمل. كتير من الناس يعدي عليه رمضان ولا فهم حاجه، اتحبس لكنه اتحبس 30 يوم وبعد كده انطلق تاني فيرجع للمعاصي تاني، ولا حول ولا قوه الا بالله، ما ترك فيه رمضان اثرا، ولا حول ولا قوه الا بالله. الشيطان يصفد ويسلسل، والنفس ضعيفة مجهدة، ها، بمنعها من شهواتها. ايه عذرك انت بقى ان انت ما تجتهدش في الطاعة؟ الاعداء مالهم؟ الاعداء خلاص صعب جدا، الاثر بتاعهم ايه؟ ضعيف جدا، ها؟ فاين اجتهادك انت في رمضان؟ ايه احسن فرصة تجتهد فيها في العبادة؟ ها، قولولي. شيطانك مربوط ونفسك ضعيفة، يبقى ايه بقى؟ خش بقى يا اخي، بين بقى اللي عندك، قال ايه، هتجيب فرصه زي دي منين؟ لو ضاعت منك الفرصه دي هتجيبها تاني ازاي؟ انت عندك امل ان انت تعيش لرمضان اللي بعديه يا عالم، فلو ضاعت منك هتعمل ايه؟ وقد ورد في السنه ما يؤكد نفس المعنى، كما في حديث البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. طب نسأل سؤال للناس اللي سرحت دي، خد الكتاب وسرحه، سلسلة الشياطين معناها ايه؟ اتربطت، يعني اتربطت بسلاسل. طب ايه الفايدة من كده؟ قول قول، اسمع، ممكن نستفيد. ايه الفايدة؟ ما تشتغلش، ها، الوسوسة تقل أو مفيش وسوسة، ها، إيه كمان؟ المرض بس. تعال كده نشوف العلماء شرحوا الحديث ده قالوا إيه. واحد، الشياطين لا يخلصون إلى افتتان المسلمين أو من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان، يعني أثر الشيطان في رمضان يقل عن غير، عن في إيه؟ في غير رمضان. الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غير رمضان. اثنين، هذا علامة للملائكة على دخول شهر رمضان وتعظيم حرمته لمنع الشياطين من أذى المؤمنين، يبقى إشارة، علامة للملائكة لدخول الشهر وتعظيم حرمته. ثلاثة، إشارة إلى كثرة الثواب والعفو، صح صح، إشارة إلى كثرة الثواب والعفو. أربعة، تقليل الشرور، وده ايه؟ تقليل الشرور، مشاهد ولا لا؟ مش بتلاقي العتاولة في رمضان ايه؟ ها؟ لا لا، مش عادي،
لا انت بتاع الفوازير والجماعه دول ده بيعملوها في غير رمضان. لا هو في رمضان بيعملوا عمره ويقعدوا في الجامع ويقروا قران وكده، ربنا يهديهم. احنا بنتكلم على تلاقي حتى العصاة في رمضان بايه، اه بيحترموا الشهر ده الغالب. في ناس فسقه اه فيه، اه هم بقى زي ما تقول ايه الشيطان ده مسلسل فهم بيخلفوه يعني. في ناس كده يعني قالوا له انت مسلسل ما تقلقش احنا قايمين بايه. في ناس كده والعياذ بالله تعالى اللي هم بيفسدوا الصيام على الناس ليل نهار مشغلين لهم ايه سلي صيامك، هو مش بيسلي بيفسد صيام، يضيع على الناس الفرصه الوحيده في السنه اللي ما بتتعوضش ابدا زيها. يبقى اشاره الى كثره، الاشاره الى تقليل الشرور، وهذا مشاهد في شهر رمضان. او رقم كم؟ 5 اشاره الى رفع عذر المكلف. رفع عذر المكلف يعني مالكش ايه، مالكش عذر، يقال له كانه يقال له قد كفت الشياطين عنك، ها فلا تعتل، يعني ما تتعللش بهم في ترك الطاعه ولا فعل المعصيه. يعني ما تلاقيه بيعصي ربنا في رمضان تقول له فيه يقول لك الشيطان ده ابن مش الله، ما الشيطان ايه مسلسل. هتقول لي بقى الشيطان ده موضوع ده عندك انت بقى. وهذه المعاني لا مانع من حصولها كلها في رمضان، ولكن نحن نجزم بما قال به بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسلسل، اي تسلسل فعلا، يعني سلسلة حقيقية. نعم سلسلة حقيقية، ولا داعي لصرف اللفظ عن ظاهره، ولكن ربما كانت هذه المعاني لازمة لهذه السلسلة. لذلك أقول اغتنم الفرصة وكد عدوك وابتغي لنفسك حصنا حصينا يحميك الله عز وجل به ويكفيك شره في سائر عمرك. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. مما ورد أيضا في هذا الحديث المبارك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فإيه فقد حرم، وتلك الليلة درة شهر رمضان وأعظم ثماره، وليس في السنة فحسب، وليس في السنة فحسب بيان فضل هذه الليلة، بل نزلت سورة كاملة في القرآن للحديث عنها وحملت اسمها، وهذا لا يوجد مثله أبدا في أي ليلة من ليالي الإيه السنة. قال الله عز وجل إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إذا قال العظيم سبحانه ما أدراك ما ليلة القدر فكيف تكون ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال تعالى هل بس السورة دي يا جماعة اللي فيها ليلة القدر ولا في آيات تانية في القرآن؟ في ناس مفكرة أن ليلة القدر في سورة القدر بس، لا في آيات تانية. ها؟ إن أنزلناه في ليلة مباركة اللي هي سورة الإيه؟ الدخان. إنا كنا منذرين فيها، يعني في الليلة دي يفرق كل أمر حكيم. تأمل معي الآيات لتعرف قدرها. لم يقل الله عز وجل ليلة القدر كألف شهر، ما قال إيه؟ ركز معايا، ما قالش كألف شهر، قال إيه؟ خير من 1000 شهر. هم 1000 شهر يعملوا كام؟ 70 سنة، 83 سنة وربع تقريبا، 83 سنة. طب عمر المسلم يتراوح بين كام وكام؟ 60 ل 70، أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجاوز ذلك، يعني الغالب على المسلمين من 60 ل 70، قليل اللي بيعدي 70. ده أنت الليلة دي عدتك كمان بعد الإيه؟ 83 سنة. ويه تخيل واحد مثلا عاش 50 ليلة قدر، واحد قام 50 ليلة قدر، يبقى يضرب 50 في كام؟ في 83 سنة يعملوا كام؟ ها المدارس بقى واحنا في الأجازة مش راكنين مخنا على جنب، كام؟ 415، 4150 ايه؟ سنة، سنة 4150 سنة. ده ايه؟ ده خلاف ايه؟ لا خلاف عمره، ده عمره حاجة ودي ايه؟ دي حاجة فوق العمر. وخلاف الاخوة قالوا فعلا خلاف انها افضل، مش بايه؟ مش بألف شهر، ده ايه؟ خير من 1000 شهر. يبقى ليلة القدر تستاهل اللي انت تقعد لها رمضان كله يا ابني ولا تنام؟ ليلة القدر دي تستاهل رمضان كله ولا لا؟ يعني لو قلنا ليلة القدر انهي ليلة؟
لو قلنا ليلة القدر في رمضان كله من 1 لـ30 ها والله تستاهل، لأن ليلة بعمر، ليلة بعمر فعلا. مش عارف الناس مالها دماغتها فيها ايه لما تقول لواحد انت بس اشتغل ليلة وحدي لك ياخد بالك حوافز شهرين يعمل ايه؟ لا يعود لها. ما بالك بقى لما تقول له دي اشتغل ليلة وحدي لك مرتب وحوافز وضيف بقى كل ده ها 80 سنة. الناس دماغتها والله في غفلة شديدة. الدنيا بتخلي الناس تنتعش كده، يفرح جدا بالفلوس، تيجي تكلموا عن الثواب والأجر متنبل كده متنح ما تعرفش فيه ايه. ليلة يا جماعة خير من 1000 شهر. وكمان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته ما قالش رمضان خير من 1000 شهر، وما قالش ليل نهار خير من 1000 شهر. ده ايه؟ مش عارف الناس اللي بتعتكفش ليه؟ ازاي يضيع منك ان انت تقعد لليلة القدر تلتمسها طول الليل؟ ازاي يجي لك قلب تفوتها؟ ازاي؟ هتقولي ما انا باجي واصلي، بتصلي نص ساعة وتروح، بقى تبقى قدامك فرصة ان انت تتفرغ لله سبحانه وتعالى. وده ايه؟ ده 10 ايام في مش في الشهر، ده في السنة. لكن اللي الصيف والمصيف بيقعد لها اسبوعين، وبياخد كم حسنة من المصيف؟ يتحرق من الشمس، يسود وجهه ويسود قلبه بالك ويرجع بايه؟ شوف قد ايه سيئات، ولا حول ولا قوه الا بالله. والله الانسان فعلا لو تفكر والله نعمه. الله سبحانه وتعالى راى ضعفنا وعجزنا فمن علينا بامثال ذلك. لان الامم السابقه كان الواحد منهم يعيش كام؟ 1000 سنة الا 50 عام. سيدنا نوح 1000 سنة، اخد بالك؟ وغيرهم الناس كانت بيعيش بالالاف. انت دلوقتي تعيش بكام؟ 60 و70. طب ما هي كده، على كده هيسبقوك يوم القيامه وانت خير امه. فالله تفضل علينا بامثال ذلك. ليلة قدر هي تقومها يتكتب لك ايه؟ عبادة ايه؟ لا ده اكتر خير من ايه؟ من 1000 شهر. ليلة واحدة افضل من 1000 شهر، يعني عمر كامل كيف نغفل عنها؟ كيف يغفل عنها عاقل؟ عشان كده يعني معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم لقدر الليلة دي، ها يا استاذ دور عليها في رمضان كله، مين يجيبها دي؟ ها استنى حوذة بالله عليك، انت عايز تكوش على الهدايا؟ الرسول عشان عارف قدر ليلة القدر دور عليها في رمضان كله. الاول يا حود هي نفس الكلام. تمام، ليكوا هديتين بعد الدرس. ان الرسول اعتكف العشر الاوائل من رمضان من 1 لـ10، وبعد كده ما لقاش فيهم ليله القدر، فاعتكف العشر الاوسط من 10 لكام لـ20، ثم اخبر انها في العشر الاواخر، فكان يديم الاعتكاف الى ان مات صلى الله عليه وسلم. ما تركه منذ قدم المدينه، منذ فرض الصيام الى ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يتركه المسلم؟ كيف تفرد في هذه السنة؟ ليلة تفتح فيها الأبواب ويقرب فيها من تاب، ولا يطرد من طرق الباب، بل يسمع الخطاب ويأتي الجواب من الكريم الوهاب. فيها يفرق كل أمر حكيم. قال المفسرون أن يكتب من أم الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ اللي فيه المقادير، يكتب منه في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر، حتى يكتب الحاج في السنة يحج فلان ويحج فلان. تضيع منك دي ازاي؟ ان انت ما تقومش تتضرع وتقول له يا رب نفسي حج، يكتب فيها الحاج ان فلان هيحج وفلان هيحج. يبقى انت لو حطيت من اهدافك لرمضان ايه؟ ان انت تحج. وكل امان الخير بقى، ما في الليلة دي يفرق وكل امر حكيم، تنقل المقادير من، خليك معايا هنا بتبص على ايه، من اللوح المحفوظ الى كتب الملائكة. فيها يفرق كل أمر حكيم، يكتب من أم الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من رزق. محتاج إيه من ربنا؟ أطلب. فاكرين الأبل؟ إيه هي؟ إيه هي؟ فاكرين القصة؟ مش الناس الجديدة بس. الأخ اللي قاعد مع زوجته وقال لها ما تيجي نتمنى، إحنا عايزين إيه من ربنا؟ طالبين إيه؟ فطلبوا بقى من خيرات الدنيا والآخر، عايزين نحج وعايزين وعايزين وعايزين، وقالت له عايزين غسالة أوتوماتيك، غسالة فول يعني، وعايزين شقة واسعة، أخذ بالك، وعايزين عربية أوبل، يحددوا الإيه؟ النوع، الماركة، أخذ بالك. الأخ بقى مع الاجتهاد في الطاعة وأخذ بالأسباب، قال لك ربنا سبحانه وتعالى حقق لنا الأمان كلها واحدة ورا واحدة ورا واحدة لحد ما وصلنا للأوبل. بقى عمال مشغول، هتيجي وتيجي أوبل، أخذ بالك، سبحان الملك.
شوف تقدير الله سبحانه وتعالى أن بعض الإخوان لهذا الشخص قد جاءه عمل في دولة خليجية. طبعا دولة خليجية بقى بيغرفوا بفلوس بالك، فقال لك سيب بقى كل حاجة أنت رايح هتنغنغ يعني. فقال لأخوه ده اللي هو النشيط في الدعوة المجتهد، قال له أنا هسافر والعربية دي مش محتاجها في حاجة، بدل ما بيعها أنت أولى بيها خدها. أوبل، وطلعت أوبل اللي هو طلبه بالإيه؟ أنتوا تصدقوا أن في ناس بتبخل ربنا؟ آه فيه. تيجي تقول له طلبت إيه من ربنا في رمضان ده؟ يقول لك كذا وكذا. طب ليه كده أنت يعني حطت نفسك في علبة كبريت ليه؟ ما تطلب العظائم ليه؟ يقول لك يعني ممكن ربنا الله إذا سألتم الله فأكثروا فاستكثروا. فأنت تسأل الكريم سبحانه ما تريده كله من خير الدنيا والآخرة، لكن عايزك لما تطلب الدنيا علقها على المشيئة، لأن أنت مش عارف لو جات لك هتفسد ولا هتصلح. قل يا رب إن كان كذا خيرا لي فيسره لي وأعطيني مثلا، لكن لما تطلب آخرة ما تعرفش تطلب اللي أنت تبقى رفيق النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام، تقدر؟ ما تعرفش تطلب اللي أنت تبقى في الفردوس الأعلى. اطلب ما تشاء من خير الدنيا والآخرة، لما تضيع نفسك بالبخل الذي تعودنا عليه. كثير من الناس ما يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى، ما يعرفش يدعي. تعرف كده يقعد يدعي ساعة؟ في حد يعرف يدعي ساعة كده؟ ما تلاقيش. بقت عبادة مهجورة دلوقت. طب داخل عليك رمضان وفي دعوات ودعوات، هتدعي ربنا في رمضان تقول ايه؟ أيا من ضاع عمره في لا شيء، استدرك ما فات في هذه الليلة، في هذه الليلة فإنها تعدل العمر كله. ليست العبرة بطول الأعمار بل بما تحويه من أعمال الأبرار. ليس المهم أن تمتد بك الحياة فحسب، ولكن المهم أن تملأها بالخير. ورب لحظة، أنت من دلوقتي بتسرح هتطلب إيه من ربنا؟ خليك هنا. ورب لحظة واحدة من مجتهد خير من أيام الحياة كلها من غافل بليد. فسأل الله أن تدركها من دلوقت، قول اللهم بلغني ليلة القدر، واحذر أن تكون من المحرومين. لمن حرم خيرها فقد إيه؟ فقد حرم. هذه خمس فضائل اشتمل عليها هذا الحديث المبارك. ولعل الشيء الذي يلفت النظر بعد شرح هذا الحديث أن كل هذه الفضائل في شيء واحد اللي هو إيه؟ رمضان، اللي هو شهر واحد. أختم فأقول من فضائل رمضان أيضا، من فضائل رمضان أنه سبب لحسن الخاتمة، سبب لحسن الخاتمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. وقال حذيفة رضي الله عنه لما أسند النبي إلى صدره صلى الله عليه وسلم فقال من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. شوف المعاني العظيمة في الحديث، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، من صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة. وعندنا حديث الأخوين ما بينهما كما بين السماء والأرض، كيف رفع هذا ودخل الجنة قبل الذي مات ومات شهيدا. إذن لعلك تجعل من نواياك أيضا أن يرفعك الله عز وجل في الجنة وأن يرزقك حسن الخاتمة. هتقول أتمنى موت، هو حد يطول حسن خاتمة؟ وما يدري الإنسان إذا عاش هل يعيش على الإيمان أم يفتن. سأل الله العافية، نعم، ولكن نحن لا نقول نحب الموت، لأنه ما من أحد يكره إلا ويكره الموت كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولكن المؤمن يحب أن تحسن خاتمته. يحب أن يرزقه الله عز وجل حسن خاتمة. لذلك كان من المناسب أن أذكر لكم هذه الأمثلة لتتشوق النفوس لأمثال هذه الخواتيم. من علماء السلف الذين ختم الله عز وجل لهم بذلك وكانوا حريصين على هذه الخاتمة وكانوا يدعون الله عز وجل، ما ذكر عن الإمام مسروق ابن عبد الرحمن رحمه الله من المجتهدين عن الشعبي قال غشي على مسروق في يوم صائف وكانت عائشة قد تبنته فسمى بنته عائشة، طبعا مش التبني الحرام، فسمى بنته عائشة يعني عائشة بنته، وعائشة قد تبنته القصد مين؟ أم المؤمنين. وكان لا يعصي ابنته شيئا، يعني إيه؟ كان بيحب بنته جدا، فأي حاجة تقول له إيه؟
ينفذها. فقال فنزلت إليه لما لقيته مغمى عليه وفي يوم حر وهو صايم، فقالت له يا أبتاه أفطر واشرب. بتقول له كده ليه؟ إيه يا عم خليك هنا؟ هلو. بتقول له يا أبتاه أفطر واشرب ليه؟ خوفا عليه. فقال ما أردت بي يا بنية؟ بتقولي لي كده ليه؟ فقالت الرفق، يعني أنا أردت أن أنت إيه؟ ترفق بنفسك. فقال يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ناس فهمة بتقول لها أنت نفس نيتك إيه من كده؟ قالت له أنا عايز أرفق بيك. قال لها ما لا كده برفق بنفسي، أنا طالب بالصيام ده إن ربنا يرفق بي في إيه؟ في يوم 50,000 سنة. وفي رواية أنه قال إنما طلبت الرفق لتعبي، عشان اللي هيستريح هنا إيه؟ هيتعب هناك. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ من أراد الراحة ترك الراحة. من أراد الراحة يعني في الآخرة، يترك الراحة فين؟ في الدنيا في اجتهاد. قالت له عائشة الصديقة يا مسروق إنك من ولدي وإنك لمن أحبهم إلي، كانت تحبه رضي الله عنه. ومنهم أيضا ما ورد عن الإمام عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد النخعي رحمه الله تعالى. كان عبد الرحمن ابن الأسود وعقبة مولى أديم وسعد أبو هشام يحرمون من الكوفة يعني في الحج، ويصومون يوما ويفطرون يوما حتى يرجعوا، يصوم يوم ويفطر يوم. ولما احتضر عبد الرحمن ابن الأسود بكى. واحد في لحظات الموت بيبقى يأمل من الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بحسن خاتم، يعينه على النطق بالشهادة. لحظات عصيبة جدا، نسأل الله يخففها عنا ويهونها علينا. لما احتضر الأسود ابن يزيد بكى، فقيل له أنت بتبكي ليه؟ فقال تخيل واحد بيبكي لما جه يموت، عشان الفلوس عشان العربيات. قال أسفا على الصلاة والصوم. قالوا ما أنا بعيط حزين إن أنا مش حصوم ولا صلي، أسفا على الصلاة والصوم. ولم يزل يتلو يعني يقرأ قرآن حتى مات، ولم يزل يتلو حتى مات رحمه الله تعالى. ومنهم أيضا من هؤلاء الأئمة الإمام إبراهيم ابن هانئ النيسابوري رحمه الله تعالى. يقول أبو بكر النيسابوري حضرت إبراهيم ابن هانئ عند وفاته. وأنا نفسي أنتوا تاخدوا الموضوع ده بجد، لما تعرف أن في حد بيموت روح احضر الوفاة، شوف المصير اللي احنا كلنا حنصل ليه وحنمر عليه، وشوف كيف تتجهز لهذا المصرع. قال أبو بكر النيسابوري حضرت إبراهيم ابن هانئ عند وفاته، فجعل يقول لابنه إسحاق يا إسحاق ارفع الستر زيح الستارة. قال يا أبتي الستر مرفوع، الستر مرفوع. فقال له أبوه أنا عطشان، بيموت، قال له أنا عطشان. فجاءه بماء، فقال له غابت الشمس؟ قال لا. فرد صايم، هو بيموت وعطشان، بيقول لابنه انا عطشان يا ابني هات لي اشرب، جاب له الميه، قال له الشمس غربت؟ قال له لا. قال له خلاص. ثم قرا، شوف اخر حاجه اراها، وخرجت روحه. ثم قرا لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم مات وخرجت روحه. ومنهم ايضا من هؤلاء السلف الذين من الله عز وجل عليهم بهذه الخواتيم السيده المكرمه الصالحه نفيسه ابنه الحسين ابن زيد ابن سبط النبي صلى الله عليه وسلم الحسن ابن علي رضي الله عنها ورحمها الله. هذه المراه كانت من الصوام القوام، فقيل لها ترفقي بنفسك، فقالت كيف ارفق بنفسي وامامي عقبه لا يقطعها الا الفائزون. حجت 30 حجة، وكانت تحفظ القرآن وتفسيره، وكانت عابدة زاهدة كثيرة الخير كما يقول عنها ابن كثير. توفيت رحمها الله وهي صائمة، فألزموها الفطر. يعني شوف بقى واحدة بتموت وجواها افطر يا بنتي افطر، يعني ايه بالغصب بقى، فألزموها الفطر. فقالت وعجباه أنا منذ 30 سنة أسأل الله أن ألقاه صائمة أو أفطر الآن، يعني بقى لي 30 سنة بدعي ربنا. شوف الأهداف، شفت زي ما بدأنا الدرس هدفك إيه من رمضان؟ الست دي هدفها من كام؟ الأمر محتاج يا جماعة نوايا ومحتاج قلوب. أنا منذ 30 سنة
أسأل الله أن ألقاه صائم، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم خرجت روحها وخرجت من الدنيا وهي تقرأ قول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الإيه؟ الرحمة. فكانت هذه آخر آية قرأتها. ونختم بقصة لبعض المعاصرين، وهو فضيلة الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله تعالى، شيخ المتهجدين في مصر وإمامهم. هذا الرجل، هذا الشيخ الذي تولى الخطابة في مسجد أنس بن مالك بمدينة المهندسين بالجيزة، وأثر في آلاف الشباب ببكائه وتهجده، وقادهم إلى نعيم التهجد، وتحول مسجده إلى مدرسة للتربية الإسلامية على قيام الليل والبكاء. وكان تأثير الشيخ في الناس عظيما بسبب ما رزقه الله إياه من الصدق والإخلاص قلوب. ثم حملت دعوته إلى الجامعات والمدارس، وكان وجهه الوضيء النير يخبرك عن ليله، وكان بكاؤه في التهجد يهز نفوس الآلاف ويربيهم، بل ما ذاق آلاف المتهجدين بمصر حلاوة التهجد إلا بالتخرج على يديه رحمه الله تعالى. الخاتمة، شوف بقى الخواتيم، ميراث السوابق. كيف مات؟ في شهر رمضان 1404 سنة 83 يعني، عقد الشيخ النية على السفر لأداء العمرة والاعتكاف بالمسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان. وقبل أن تصل الباخرة إلى ميناء جدة، وفي إحدى ليالي الوتر من الثلث الأخير، وبعد انقضاء يوم من الصيام، أفطر الشيخ إبراهيم عزت رحمه الله وصلى المغرب مع مرافقيه، ثم استأذنهم للراحة، فلم يحن وقت صلاة العشاء إلا وكانت روحه قد صعدت إلى خالقها. يبقى صيام صلاة ثم خرجت روح. وله من العمر 43 سنة رحمه الله، ودفن في مكة المكرمة بعد أن صلى عليه آلاف المسلمين في الحرم الشريف مكفنا في إحرامه، يعني مات إيه؟ محرما. وبهذه الخاتمة الصالحة والموت الطيبة حقق الله له إحدى أمنياته، إذ كان يكثر من دعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. هل أنت تريد مثل هذه الخاتمة؟ لو كنت تريد فالطريق أمامك، والطريق ممهد كي تجتهد من الآن في الطاعات والقربات، تستعد بذلك لرمضان بإذن الله تعالى. حبتي في الله، الموضوع يحتاج لبسط أطول، وأنا كنت أود أن أكمل بعد صلاة العشاء، أخذ ساعة تقريبا، ولكن حتى لا أطيل عليكم، فلعل هذا يأتي غدا إن شاء الله تعالى، نكمل الحديث عن التشويق لرمضان غدا بإذن الله تعالى. الذي يسأل فيقول: وجدت مبلغا من المال مر عليه عام وأعلن عنه، ماذا أفعل؟ لو كان هذا المال مما تتشوف إليه النفوس مبلغا، يعني يبحث عنه الناس، له قيمة يعني، فبعد مرور السنة يحل لك أن تتملكه، يحل لك أن تتملكه وتتصرف فيه بما تشاء. فإن جاء صاحبه يوما من الظهر فهو وديعة عندك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وديعة يعني يجب عليك أن تعطيه لصاحبه متى جاء، أعطاك الأمارة فتعطيه إياه. لكن لا يجوز لك قبل السنة أن تمد يدك إليه، لأن يدك عليه يد أمانة، لا يجوز لك أن تتصرف فيه خلال سنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مع الإعلان عنه في أماكن تجمع الناس، وبعد السنة تتملكه ويكون وديعة عندك لصاحبه. يقول: رشح لنا كتابا عن الإسراء والمعراج. هناك كتاب لفضيلة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، المحدث المشهور عن الإسراء والمعراج، طبعته مكتبة السنة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.